بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية أصحاب الفخامة والسمو والمعالي والسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا فخامة الرئيس المشاركة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون العربي الصيني شاكرين لكم دعوتكم الكريمة ومقدرين جهودكم الرامية إلى تعزيز العلاقات العريقة بين الحضارتين العربية والصينية المتجذرة في التاريخ، التي تستحق منا كل تقدير وثناء، ونؤكد بهذا الصدد عن مساندتنا لمبدأ الصين الواحدة، ودعم سياستها، سيادتها، ووحدة وسلامة أراضيها. واذ نحتفل بالذكرى العشرين لهذا المنتدى والمتزامن مع تولي مملكه البحرين لرئاسه الدوره الثالثه والثلاثين اننا نهنئ جميع الدول الاعضاء على الانجازات التي تحققت في اطار تعزيز العلاقات العربيه الصينيه ونشيد بما اسفرت عنه القمم المختلفه كالقمه العربيه الصينيه والقمه الخليجيه الصينيه والقمه البحرينيه الصينيه من تعاون وثيق وخطط عمل مشتركه تؤكد على التزامنا الجماعي لرفع مستويات التقارب والتنسيق المثمر على كافه المستويات فخامه الرئيس الحضور الكرام انه لمن حسن الطالع ان ينعقد هذا المنتدى في اعقاب قمه البحرين التي تميزت بما طرحته ومبادرات طموحه لتلبيه احتياجات شعوب المنطقه لتوفير خدمات التعليم والرعايه الصحيه للمتاثرين من تداعيات الحروب والنزاعات في المنطقه الى جانب طرح مبادره نوعيه تهتم بتعزيز التعاون العربي في مجال التكنولوجيا الماليه والتحول الرقمي بما يحمله هذا القطاع من فرص استثماريه ومجالات عمل واعده للشباب العربي ولابد من الإشادة هنا بالرؤية الموحدة لقادة الدول العربية الأشقاء لدعم وتطوير التعاون الإقليمي والدولي من أجل السلام والتنمية، وصيانة الأمن والاستقرار الإقليمي، وحماية حرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، حفاظاً على مصالح دول العالم أجمع. وانطلاقا من مسؤوليه رئاستنا للقمة العربيه في دورتها الحاليه سنسعى جاهدين من اجل تنسيق المواقف وحشد الدعم اللازم لهدف السلام الدائم وندعو بهذا الخصوص الى سرعه انعقاد مؤتمر دولي فوق للشعب الفلسطيني وقيام دولتها الوطنيه وقد أبدت مملكة البحرين استعدادها لاستضافة هذا المؤتمر الهام، كما أنها لن تدخر أي جهد لوقف الحرب المدمرة على قطاع غزة، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين والدفاع عن حقهم في الحياة الكريمة، الذي كفلته القوانين الدولية والشرائع السماويه ونشدد بهذا الخصوص على ضروره تكثيف الجهود الدبلوماسيه للاعتراف الدولي الكامل بفلسطين ومنحها العضويه الكامله في الامم المتحده ونتوجه بكثير من التقدير للمواقف المساندة لجمهوريه الصين الشعبيه تجاه القضايا العربيه العادله وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وجهودها الواضحة لتخفيف المعاناة الإنسانية للمدنيين من سكان غزة، من منطلق التزامها الكامل بدعم مساعيهم، وتوحيد مواقفهم لإقامة وطنهم المستقل بإذن الله. فخامة الرئيس الحضور الكرام إن مملكة البحرين تثمن مكانه الصين العالميه وانجازاتها المشهوده في قدرتها على مواجهه تحديات العولمه مع الحفاظ على هويتها الثقافيه وتقدمها الاقتصادي المتصاعد وتشيد بالمساعدات السخيه التي تقدمها الصين للدول الناميه والتي تعكس حجم التزامها بتعزيز الرخاء والكرامه الانسانيه في جميع انحاء العالم وفي الختام نتطلع الى استمرار نجاح منتدى التعاون العربي الصيني في تعزيز العلاقات بين منطقتينا مع تمنياتنا للصين الصديقه استمرار تقدمها وازدهارها والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته